بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. طلبتي الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا كما سبق وأن وعدتكم، سأشرع بإذن الله في برمجة دروس حول سلوك الإلكترونات في الأجسام الصلبة. يعني أحاول ما أمكن أن أقدم الدروس بشكل مبسط، لأنه عادة ما يشتكي الطلبة من صعوبة هذا المقياس. وسوف نبدأ بداية بنظرية سومرفيلد، والتي تتعامل مع الإلكترونات الحرة في المعدن باستخدام النظرية أو التصور الكمي عوض التصور الكلاسيكي الذي درسناه أو تعرضنا له سابقا. إذن بداية، قبل أن ننطلق في نموذج سومرفيلد، نجري أولا مقارنة بين نموذج درود ونموذج لورنس ونموذج سومرفيلد الذي سوف نتعرض له، مقارنة بسيطة فقط. إذا حسب نموذج درود، رأينا أن كل الإلكترونات تمتلك نفس السرعة، سواء كانت سرعة حرارية أو سرعة مكتسبة، وأن السعة الحرارية تكون عبارة عن مقدار ثابت 3 آن كبي على 2. كذلك حسب درود، فإن سبب المقاومة الكهربائية هو التصادم مع الأيونات الساكنة، وبالتالي المسار الحر الوسطي راح يكون من نفس رتبة الفاصلة الذرية، أي من رتبة الأنجسترون. لكن تغيرات الناقلية الحرارية التي وجدها درود كانت تختلف بشكل كبير عن التغيرات التجريبية، حيث وجد أن الناقلية تكون متناسبة مع مقلوب جذر درجة الحرارة. إذن بالنسبة للورنتس، اعتمد على دراسة إحصائية حيث اعتبر أن الإلكترونات تتوزع حسب سرعتها، أي أنه لا تمتلك كل الإلكترونات نفس السرعة، ولكن هناك توزيع للإلكترونات بدلالة السرعة. هي رأيناها سابقا أنها كانت بهذا الشكل، حيث هذه التوزيعة تخضع للإحصاء الكلاسيكي لماكسويل بولتزمان. كذلك يمكن التعبير عن هذه التوزيعة بدلالة الطاقة، تساوي وجدناها تساوي إلى 1/2 بي مربع في 2 آم على الأشبار مربع أس 3/2 في الجذر أ، حيث عرفنا هذا الحد على أساس أنه كثافة الحالات الإلكترونية، أي كثافة الحالات الطاقية التي يمكن أن تشغل من الإلكترونات، مضروبة في دالة التوزيع الكلاسيكية لماكسويل بولتزمان. لكن الناقلية الحرارية الكهربائية التي توصل إليها لا تختلف كثيرا عما وجده أدرود، لذلك كان من الضروري يعني اللجوء إلى تصور مختلف، وهو التصور الكمي، حيث في نموذج سومرفيلد الذي سوف نراه لاحقا اعتمد على المفاهيم الكمية، حيث يعتبر الإلكترونات ممثلة بدوال الموجة، يعني تسلك سلوك الأمواج عوض أن تسلك سلوك الجسيمات. والاختلاف الثاني، أن يعني هناك بالنسبة للإحصاء لا يوجد اختلاف كثيرا مقارنة مع نموذج لورنس، فقط في حد ما يسمى بحد الانحطاط والذي سوف نراه سابق لاحقا. كذلك عوض أن يستعمل دالة التوزيع الكلاسيكية لماكسويل بولتزمان، فإنه سوف يستعمل دالة توزيع كمية تسمى بدالة فيرمي ديراك. إذن حسب نظرية سومرفيلد، فإن نتعامل مع الإلكترونات على أساس أنها موجات، يعني الإلكترون يوصف الحركة نتاعه أو انتقاله بموجة عوض على أنه جسيم. كذلك طبق سومرفيلد مفاهيم الكم
على غاز الإلكترونات الحرة. إذا مش نقصد هنا بمفاهيم الكم، معناها معادلة شرودينجر. استبدل الإحصاء الكلاسيكي لماكسويل بولتزمان بالإحصاء الكمي لفيرمي ديراك. إذا من الآن وصاعدا سوف نطلق على الإلكترونات الحرة اسم غاز فيرمي، يعني هذا هو التسمية نقصد بها الإلكترونات الحرة المدروسة دراسة كمية. وكذلك كما قلنا سابقا، المعادلة التي تصف انتشار موجة الإلكترون هي معادلة شرودينجر. إذا ينتشر الإلكترون الحر في المعدن وفق معادلة شرودينجر. إذا هذه المعادلة معروفة، وبالنسبة للإلكترونات الحرة تكتب كما يلي: عندنا اش بسي كالي ار تساوي إلى ناقص اش بار مربع على 2 ام، لابلاسيان مربع عفوا نابلا مربع أو لابلاسيان بسي كالي ار تساوي إلى او كا في البسي كالي ار، حيث الاش يسمى بالهاميلتوني أو مؤثر الطاقة، وبسي كالي ار هي دالة الموجة الخاصة بالإلكترون، وإيكا هي طاقة تبدد أو انتشار موجة الإلكترون. إذا معادلة شرودينجر عندما نعوض النابلة مربع بالمشتقات الجزئية راح تكتب كما يلي: ناقص أش بار مربع على 2 أم دي مربع على دي إكس مربع زائد دي مربع على دي زاد مربع دي إكغاك مربع زائد دي مربع على دي زاد مربع بسي كا إر تساوي إلى بسي تساوي إلى إيكا في البسي كا لو إر، حيث شكل هذه المعادلة هي معادلة تفاضلية من الدرجة الثانية. إذا هذا هو شكل المعادلة التفاضلية من الدرجة الثانية اللي كتبناها. والحل المقترح لهذا النوع أو لهذا الشكل من المعادلات التفاضلية يكون ببساطة هو عبارة عن بسي كالي إر يساوي إلى أ إكسبونونسيال زائد أو ناقص إي كا في الإر، حيث أ هي سعة الموجة، الإي هو العدد التخيلي، والكا هو شعاع الموجة المعطى، يعني كما نقدر نلاحظه من العبارة تاعي تاع المعادلة التفاضلية. إذا هذا هو عبارة عن جذر 2 أم على أش بار مربع في الأو، يعني يمكن استنتاجه مباشرة من هذه المعادلة. وماذا يمثل شعاع الموجة؟ يمثل وجهة وامتداد دالة الموجة للإلكترون الحر في الفضاء العكسي. إذا هنا ماذا أقصد بالفضاء العكسي؟ هو فضاء رياضي يعني افتراضي. إذا الفضاء الحقيقي اللي نعرفوه هو الفضاء اللي عنده المحاور اللي نعرفوها، عندنا محور الزمن والمحاور إكس إيغريك زد الخاصة بالموضع. أما الفضاء العكسي فهو فضاء رياضي افتراضي، هو المقلوب ومقلوب الفضاء الحقيقي، وفيه نمثل المقدار تاع الطاقة أو التردد الذي لا يمكن تمثيله في الفضاء الحقيقي. إذا محاوره المحور الرابع هنا راح يكون هو محور الطاقة، والمحاور الأخرى الثلاث هي الكا إكس كا إيغريك كا زد التي هي مركبات شعاع الموجة. إذا العلاقة تسمى العلاقة بين طاقة الإلكترون وشعاع الموجة الخاص به تسمى بعلاقة التبدد، وللإلكترون الحر راح تكون بهذا الشكل. إذا عبارة عن إيكا تساوي إلى أش بار مربع كا مربع على 2 أن، هذه نستنتجها فقط من المعادلة من الحل المعادلة التفاضلية السابق. يا أخي كتبنا الكا يساوي إلى جذر 2 أن في الإو على الأشبار مربع، ومنها راح تكون علاقة الطاقة E مع شعاع الموجة كما يلي: أشبار مربع ك مربع 2 أم. وطبعا هذه العلاقة نأكد يعني على الأمر أنها خاصة بالإلكترون الحر، يعني الكتلة المستعملة هنا هي الكتلة الحقيقية للإلكترون. طبعا يمكن نعبر على علاقة التبدد بدلالة مركبات شعاع الموجة كإكس كإيغريك كزد، إذا راح تكتب بهذا الشكل:
اش بار مربع على 2 ان في الكا اكس مربع زائد كا اكس مربع زائد كا زد مربع. اذا يمكن ايضا كتابتها بهذا الشكل، معناها راح تكون عندي كا اكس مربع زائد كا اكس مربع زائد كا زد مربع والشحر تساوي. هنا صلحوا فقط الاكغاك، هنا كان خطأ هفوة، عوض ما تخلوا الإكغاك هذه اكتبوا الزاد، وهنا أيضا عندكم الزاد. إذا مش راح تساوي 2 أم على أش بار مربع في الأوكا. وهذه المعادلة في الفضاء العكسي، يعني التي محاوره الكا إكس كا إكغاك زاد، هذا الشكل تاعها أيضا مألوف، هي معادلة كرة. سطح هذه الكرة يسمى بسطح ثبوت الطاقة. لماذا؟ لأنه على السطح هذا، السطح الكروي، راح يكون قيمة نصف القطر نتاعو، ما هي؟ هي جذر 2 أم على أش بار مربع في الأو. أي من أجل كل طاقة راح تكون عندي كرة معينة، يعني يتغير الحجم تاع الكرات حسب قيمة الطاقة، وجميع الإلكترونات التي موجودة على هذه السطح راح تمتلك نفس الطاقة أو. إذن التمثيل الهندسي لعلاقة التبدد راح يعطيني معادلات كرة أو سطوح كروية، هذا التمثيل في الفضاء العكسي. والتمثيل البياني، يعني عندما أرسم الأو الطاقة بدلالة الكا أو علاقة التبدد، التمثيل البياني راح يعطيني فرع لقطع مكافئ كما هو موضح بالشكل. إذا هذا هو التمثيل البياني عندما أمثل الطاقة بدلالة طويلة شعاع الموجة، في حين عندما أمثل المعادلة بدلالة مركبات كا إكس كا إكغاك كا زاد في الفضاء العكسي راح نتحصل على التمثيل الهندسي لعلاقة التبدد، وهنا عنده شكل كما تلاحظون شكل كروي. إذا كما سبق وأن قلت سابقا، تمثيل الطاقة في الفضاء الحقيقي غير ممكن كما لاحظنا، يعني علاقة تبدد التمثيل البياني تاعها أو التمثيل الهندسي لا يكون إلا في الفضاء العكسي. وهذا التمثيل الطاقة في الفضاء العكسي هو الذي راح يعطينا مستقبلا يقدر يفسر به سلوك الإلكترونات في جميع أنواع المادة، يعني ليس بالضبط أن تكون فقط الحالة المعدنية، أي أيضا حالة العوازل وأنصاف النواقل. إذا المنحنى البياني هو يعطيني كيف تتبدد الطاقة حسب الجهة وطويلة شعاع الموجة، والتمثيل الهندسي يعطيني أو يجسد لي كيف تتوزع طاقة الإلكترونات أو الإلكترونات في الفضاء العكسي. مثلا هنا بالنسبة للإلكترونات الحرة، توزيعة الإلكترونات في الفضاء العكسي راح تكون عبارة عن توزيعة كروية، وطبعا هذه التوزيعة الكروية أيضا مألوفة أيضا لورنتز في النموذج الكلاسيكي، أيضا لقينا هذه التوزيعة الكروية في الفضاء، لكن في فضاء السرعة. إذا راح نكتفي بهذا القدر لحصة المبرمجة لليوم، وإلى الملتقى بإذن الله في حصة مقبلة، ودمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.